مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة العاصمة أينما كنتم حياكم الله وأهلا بكم طبعا من داخل مدينة لبدة الأثرية، واللي اليوم ما شاء الله فريق قناة العاصمة بالكامل طبعا متواجد هنا. حبينا ناخذ شوية لقاءات مع الصحفيين هنا والإعلاميين والناس اللي بتصور في هالمكان هذا. مشاهدينا الكرام طبعا برعاية معهد الحرب والسلام حناخذ انطباعاتهم طبعا الجولة هذه جولة تدريبية. طبعا مشاهدينا الكرام معانا الأستاذ طارق طبعا مخرج هو في قناة العاصمة. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بك أستاذ طارق. في البداية يعني لو حكيت لنا عن انطباعك داخل مدينة لبدة الآن. والله بصراحة أنا فوجئت بجمال الآثار والطبيعة اللي هنا، وفي نفس الوقت كان نفسي الطبيعة الجميلة دي اللي احنا هنشوفها ان شاء الله كلنا مع بعض يبقى فيها اهتمام اكتر من كده، لان انا حسيت ان هي مهملة شوية مع جمال كل شيء فيه انا لاحظته وشفته هنا. طبعا هذه رسالة نوجهها مشاهدينا الكرام للمسؤولين بالاهتمام بالاثار، خصوصا اثار لبدة طبعا معروفة مش بس في العالم كله. يعني رسالة للمسؤولين مشاهدين الكرام، خلينا نقوم بجولة داخل مدينة لبدة ومع مجموعة من المراسلين. في المسرح الروماني معنا الدكتور عبد الرحمن طبعا من معهد الحرب والسلام، هي يعطينا شوية على سبب هالزيارة هذه وش الغرض منها بالتحديد. نحن نقيم دورة في قناة العاصمة لتدريب الكادر الصحفي والإعلامي على برنامج إعداد الصحفي المتكامل القادر على كتابة التقارير والتصوير والمونتاج وإخراج البرامج. هذه السفرة هي علمية وتدريبية للشباب اللي هم مشاركين في هذه الدورة. دكتور برأيك يعني شنو هو اللي استفادوا منه يعني الشباب، شنو هن الاستفادة اللي حيحصلوها من وراء الزيارة هذه؟ يعني كما تعلم المتدربين هم صحفيين ومحررين وكتاب ومعدين برامج ومصورين، هم مشغولين يوميا بعملهم داخل القناة. تدريبهم لمدة 3 ساعات يوميا ما يعطيهم الفرصة الكبيرة على الممارسة والتطبيق. هذه كانت فرصة أولا حتى يشوفون معالم المدينة، وثانيا حتى يصير عندهم فرصة أكثر للبراكتس يعني التدريب، وثالثا هي يعني خلق نوع من الألفة بين الكادر التلفزيوني، لأنه الكادر التلفزيوني هو يعني هم يعملون جروب مثل عائلة الوحدة، فيعني مثل ما تقول نخلق جو من الأسرة ومن الألفة بين كل الكادر اللي هم جايين من كل الأقسام من قناة العاصمة ومن مناطق مختلفة أيضا من المؤسسات الإعلامية. يعني هذا كل اللي أقدر أقوله. شكرا جزيلا لك دكتور، مشكور.